رغم الإجراءات الردعية التي تضمنها قانون المرور حفاظا على الأرواح والممتلكات وحملات التوعية والتحسيس المتكررة، ما تزال حوادث الطرقات تحصد العشرات من الضحايا. ففي ظهيرة أمس كانت الحصيلة ثقيلة، إذ لقي 16 شخصا حتفهم منهم 5 أطفال في حادث مرور مروع على مستوى الطريق الوطني رقم 98 الرابط بين تلمسان والغزوات. حبيب حضري. رعب على الطريق الوطني رقم 98 الرابط ما بين تلمسان والغزوات عشية أمس. هنا بالمخرج الجنوبي لبلدية الغزوات بمنطقة ولاد محيو وقع الحادث. الحادث مميت أودى بحياة 16 ضحية، من بينهم 5 أطفال من عائلة واحدة كانوا متوجهين إلى شاطئ سيدي وشاع. معطيات الحادث تشير إلى تهور سائق شاحنة كبيرة، وفي محاولة جنونية لتجاوز خطير اصطدم بهذه السيارة فحولها إلى حطام وهلك فيها الجميع. بروبلم تاع السميات نتاع الحلبة هادو كاع ما يحاولش، راه عندنا هنا كل خطرة هادي بالك سيمانة صراو 10 ولا 11 وما كاينش الحديد اللي ما يصراش فيها الموت. ودوك انا نطلبوا حنا السلطات ونطلبوا كاع الامن تاعنا شويه يدخلوا شويه يعين على هاد الحوايج وينظموا الحيه. كارثه كبيره واسمو كل بنادم يتمشى على رجله ويخاف، تخاف راك تتمشى في الطريق تقول لوطو تجي تضربك. الخطر المواطن هو اللي راه يسوق هاد السيارات وهاد الشواحن، وراه راه فاجره بالنسبه للمواطن وخاصه سكان الغزوات في هذه الحوادث الاخيره. نطلبوا كل واحد يكون مسؤول، يحترم القوانين، يحترم الانسان كانسان. مره اخرى ارهاب الطرقات يحصد الارواح بهذه المناطق، فهي الجريمه بوجه اخر. السرعه المفرطه للمهربين، اللامبالاه، الارواح البشريه اصبحت لا تساوي شيء رغم الردع والتحسيس وقوه القانون. التدخل العنيف بين القاطره الاماميه للشاحنه والنقل الريفي هذا اللي يهز 8 مقاعد، يعني وكان وجوب تدخل الوحدات يعني المجاوره مثل وحده ندرومه، وكذلك ساعدونا المؤسسات هنا مؤسسة ألزانغ ومؤسسة الميناء والقطاع الصحي. هي إذن مأساة يبقى فيها الإنسان السبب والضحية. عندما لا يفيد الردع ولا التحسيس، فهل من وسيلة أخرى توقف النزيف؟ وكثيرا ما يتسبب في مثل هذه الحوادث الأليمة سائق الشاحنات ذات الوزن الثقيل، كما يوضحه هذا الروبورتاج لسامي عثماني. خطيرة بل مميتة في غالب الأحيان هي حوادث المرور، خاصة تلك التي تتسبب فيها الشاحنات ذات الوزن الثقيل، وهذا راجع لي بعض الشاحنات لا تحترم قواعد المرور كالسرعة الفائقة أو التجاوز الخطير، الحمولة الغير محكمة الربط. ويعد الطريق الوطني رقم 5 أحد أهم الطرق المسجلة لمثل هذا النوع من الحوادث. أغلب الحوادث أو جل الحوادث المتسببة أو الواقع على مستوى الطريق الوطني رقم 5 الرابط بين الجزائر إلى غاية قسنطينة هي من جراء الوزن الثقيل أو عربات نقل البضائع. النسبة محدودة نوعا ما من حوالي 7.5 إلى 9.5%. كما أن مثل هذه الحوادث تتسبب في تسجيل أرقام مرعبة، سواء ما تعلق بعدد القتلى والجرحى أو الأضرار الأخرى المترتبة عنها، وهو ما تبينه هذه الإحصائيات للثلاثي الأخير لسنة 2009، حيث تم إحصاء 16 قتيلا شهر جوان الماضي وتسجيل 119 جريحا شهر جويليا الفارط. تجاوزات تنقل بعضها هذه الصور والبعض الآخر ترويه لنا هذه الشهادات. كنا جايين قبيل كان واحد الكاميون، حنا ماشيين قباله هو جاي راح يدوبلي المزيه، الشوفر تاعنا كان يسوق مليح الى فريني باش خلاه يفوتنا، حكمت صح قلبي تخلعنا. كيما انا الصباح واحد قريب قتلني صباح في جوايا البرج، وطاح ندوبلي سامي وسامي واحد اخر كان جاي هذاك اللي قدامي وراك عندي مزيه فرينيت. شفت اون 206 كي فولي دوبلي قريب ما دخلت فيها اون 206، وكان دخلوا يطرطقوا في السماء في زوج على جال ان كاميون كي تي دوفون يطيروا، ماشي ما كاش وين يروحوا يطيروا في بعضاهم ربي يستر. ويبقى احترام قانون المرور امثل سبيل للحفاظ على ارواح مستعملي الطرقات.
كما يتسبب مهربو البضائع في كثير من الحوادث متجاهلين حجم الخسائر البشرية والمادية التي تخلفها جرائمهم المزدوجة. أبو القاسم القاضي. هو منحا تصاعديا خطير لظاهرة التهريب أو استنزاف الاقتصاد الوطني. روادها المهربون أو ما يعرف بالحلابة غزوا الطرقات الولائية والبلدية اللامبالاة والسرعة الجنونية في اللهث وراء الربح السريع أضحى يخلف قوافلا من الضحايا وخسائر لا تتحملها الإحصائيات. هذه الأخيرة التي سجلت هذه السنة 539 حادثا راح ضاحيتها 83 قتيلا. خربوا البلاد، خربوا البلاد يا مطرح، ما يقتلش عباد الله، ما يقتلش عباد الله، خربوا البلاد. انا محل ميكانيسيا، يرحم ميكانيسيا، ميكانيسيا ميكانيسيا 17 عام ميكانيسيا، السميد الدواء الدواء هذا به العيش اللي سوق معك له وهذه طريق وراها تدي وتجيب كل يوم كل يوم كل يوم الموت بزاف والله الا بزاف. يكون القانون صارم في هذا القطاع تاع الطرقات. 16 قتيلا هنا عشية الأمس لقوا حتفهم. الغزوات وضواحيها تبكي الضحايا وتكفكف الدموع في صمت في وقت لا زال المهربون يعثون في الطرقات إجراما رهيبا. وقد حجزت مصالح الدرك في غضون سنة واحدة ما يزيد عن 1200 مركبة تستعمل في التهريب. تدخل وحدات الدرك الوطني كان في على جناح السرعة رفقة أفراد الحماية المدنية، أين تم نقل الضحايا إلى مستشفى الغزوات، تم إجراء المعاينات مع تسهيل حركة المرور للمرة، التحقيق راه متواصل في الحادث. الردع والتحسيس وقوافل من الشرطة والدرك يوميا في مواجهة الظاهرة، لكن انعدام الضمير واللامسؤولية بات يتحدى كل المجهودات.